صباح الفل او مساء الفل على حسب الوقت اللي انتي بتشوفي فيه الفيديو. حطي لي لايك للفيديو واشتراك للقناة لو اول مرة بتشوفيني، ويلا بينا نبدأ الفيديو. هنا يا جماعة انا كنت بطلع الليمون من الكيسة، كان نفسي جدا 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 في عصير ليمون، ما تسألونيش ليه، انا كان نفسي فيه وخلاص بجد، يعني بجد بجد كان ريقي عمال يجري عليه. عارفين لما انت تكون نفسك في حاجة لدرجة ان انت خلاص شماها ومستطعموها، فقمت كده بالليل رحت جيت عملت كده 3 عصير ليمون انا ومرون واختي. تمام، بص ده شكلهم، كان طعمهم تحفه جدا وبيدوا انتعاش كده، والليمون اصلا يا جماعه بيهدي الاعصاب، وده بجد انا الليمون هدالي اعصابي بطريقه مش طبيعيه بجد يعني، فكان طعمه لذيذ جدا. الكلام ده كان امبارح، امبارح بالليل تقريبا، وامبارح برضو اختي راحت جابت لماما كده تورتايه، هصور لكم التفاصيل دي بس مش في الفيديو ده، الفيديو الجاي ان شاء الله. تمام، هنا بقى يا جماعة كنا جعانين عايزين نتعشوا، فطبعا احنا كنا صايمين لسه، ف هنا بقى عملت 2 كوباية شاي كنت انا واختي. تمام، وخلصتهم وكده، كان معايا بقسماط سن وبقسماط عادي، اكلت من البقسماط العادي، انا اكلت من البقسماط السن، وعلى فكرة برضو بيتخن بس على الاقل صحي اكتر من البقسماط العادي، يعني بما ان انت هتاكلي بقسماط فده هيبقى كده كده صحي عن البقسماط العادي، فاهمين قصدي؟ بس وهنا بقى كنت باكل البقسماط وكده. تمام، يعني بقى النهارده الصبح اول ما قمت كده من النوم، هنا ايزابيلا بقى كنت عايز اغير لها، هنا بوريكم ان انا عدلت شويه في المانيكير، عملت شويه حاجات، والضفر طبعا اللي كنت قايله لكم اتكسر انا كسرته شلته، وعدت كده بالمانيكير عملت رسمه جديده غير اللي كانت موجوده، بس في الاخر اداني شكل حلو، يعني اداني شكل لطيف اللي هو شكله مش وحش قوي يعني. هنا بقى كنت بوريكم ان بغير لايزابيلا بايه المكونات، يعني او ايه الحاجات اللي انا بغير لايزابيلا بيها، وبستخدم مورفيكس دلوقتي رقم 3، فبحاول اوريكم كده كل حاجة عشان تكونوا متابعين معايا يعني الدنيا. تمام، بس كده اهو زي ما انتم ما شايفين بقى انا ظبطت الدنيا، وطبعا لازم اخلي حبة مياه جنب مني كده عشان اغير لها بيهم وكده. تمام يا جدعان، تمام، وطبعا طبعا طبعا يعني قبل اي عيد او قبل اي حاجة لازم يطلع لي كم حباية كده قمر، فانا استخدمت الجرميسين ده، بستخدمه بحطه على مكان الحباية وهو بيشتغل، يعني بيفضل شغال على الحباية وكده لحد ما تختفي بقى. انا من نوع اللي الحبوب بتاعتي مش بتروح بسهولة، ممكن تفضل معايا بال10 ايام وبال15 يوم، ودي اسوأ حاجة في بشرتي يعني، خصوصا لو في منطقة نشطة مليانة عروق وكده او ابرده وكده. هنا بقى يا جماعه كنت بوريكم الترنج بتاع العيد، هو لونه ابيض في اسود مخليني شبه الباندا حرفيا يا جدعان، هو شكله كويس يعني، بس هو مدخلني سيك عشان فرو، فاهمين قصدي؟ وانا يعني مش بحب الحاجات الفرو قوي، بس يلا ماشي. المهم ده كده شكله بقى اهو ابيض في اسود كده، وانا برضو هبقى اوريهولكوا يعني، وممكن اصور بيه على تيك توك ولا حاجه يعني. هنا بقى اوريكوا الترنج بتاع ايزابيلا لسه ما لبستوش، لما تصحى بقى هي نايمه، لما تصحى كده هنغير لها مع بعض، وبرضو ايه اوريهولكوا. تمام، بس انتوا اعملوا لي لايك عشان اصور لكم بقيه التفاصيل القمر اللي انا بقول لكم عليها دي. تمام، هنا بقى بص لونه اصفر وشكله كيوت قوي. انا بقى كنت مطلعه كل الحاجات اللي انا هحتاجها النهارده في السكين كير، الهير كير، البادي كير، طلعتهم كلهم كده، قلت كل ما اخلص حاجه يبقى اشيل بقى ايه الحاجه، وحطيت هنا كده المناديل وكيس القطن برده كده، فاضل لي التونر يا دوب بس هحطه كده واظبط الدنيا. تمام، بصوا كل حاجه انا حطيتها كده قدام عيني عشان ارتب الدنيا. تعالوا بقى اكلمكم عن اخر الحاجات اللي انا هعملها النهارده، بقى اكلمكم عن اخر التجهيزات اللي انا هعملها ليله العيد. تمام، اول حاجه هحط البرفيوم دي، البرفيوم دي كانت من اوروفلام يا جماعه، ريحتها عظيمه، انا مش بحطها غير في المناسبات او في الاوقات اللي انا عايزه ريحتي فيها تكون قمر قوي، زي النهارده ليله العيد فاهمين، فمش هلاقي مناسبه احسن من كده عشان احط فيها البرفيوم دي، فده شكلها شكلها شيك جدا جدا على التسريحه بتاعتي، شكلها روعه، اللون بتاعها خرافي، بصوا وريحتها ثابته جدا وكلاسيك قوي، تليق في المناسبات الليليه، تليق برضو على فكره لو راح حاجه الصبح، مناسبه الصبح وكده، فلا انا شايفه انها حلوه جدا جدا جدا. وهحطه طبعا في اماكن النبض، السيروم ده او الزيت لايتري ده، ده بريحه لافي ابل، حلو جدا يا بنات بجد، ده روعه روعه، ده روعه، كنت جايباه سعره 10 جنيه، معرفش دلوقتي لو هتجيبي زيت لايتري هيبقى سعره كام، بس ده لما كنت جايباه وقتها كان سعره 10 جنيه فقط لا غير، انتم متخيلين 10 جنيه بس، فهحطه في اماكن النبض.
فحطه في رقبتي وفي ايدي وكده يعني اظبط بالدنيا. طيب في ايدي بقى هرطب ايدي بالمرطب ده، كنت جايباه من اوريفليم على فكره، بجد قعد معايا فتره طويله جدا جماعه، بجد اقتصادي لدرجه غريبه، يعني انا مش متخيله انه لسه عايش معايا لحد النهارده بجد، يعني معدي ال4 شهور معايا، غريب قوي. ونقطه منه بتكفي، وعلى فكره انا ما بفوتش يوم مش بستخدمه فيه عشان تكونوا عارفين. طيب بعد كده احط المرطب بتاع الضوافر ده، نصه زيت ليمون نصه زيت زيتون، بحطه كده لترطيب ضوافري كويس جدا وبحبه قوي. اوكي يلا بينا بقى نشوف الميك اب. انا مش هحط ميك اب كتير النهارده خالص، زي ما انتم شايفين حاجات يعني مش هقول لكم متعدده، حاجات محدوده محدوده جدا. يعني اول حاجه هستخدم هي الماسكارا دي بتاعت ام ان. الماسكارا دي يا بنات كنت جايباها كان سعرها تقريبا 35 جنيه، تمام؟ دلوقتي هتلاقوا سعرها في حدود 35 جنيه، دلوقتي في حدود 50 جنيه، ده اقل واجب، ممكن كمان 55. بحبها جدا، بصوا هي تقيلة شوية على الرموش وبتفضل موجودة، يعني مهما تستخدمي ميك اب ريموفر وكده لا هي بتفضل موجودة، بجد بتعذبك عقبالك ما بتطلعيها، بس بصراحة من افضل المساكر او الماسكارات اللي انا بحبها جدا وبحب احطها جدا 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 يعني، تمام. طيب بعد كده معايا طبعا الميك اب ريموفر ده بستخدمه هو والكوتون، الكوتون مش عارفه اسمها يعني اعواد ايه، بس هي الكوتون دي يعني بستخدمها كده لتنظيف المسكره من فوق العين كده وتحت العين، فاهمين؟ عشان شكل المسكره يكون كلين ويكون شكله حلو، فاهمين قصدي ايه؟ يديك المظهر الكلين قوي ده، اللي هو المظهر النظيف في الاخر، يعني الكلين ميك اب بيعجبني حتى لو حاطه حاجه من الميك اب او اتنين، فاهمين قصدي طبعا يعني اكيد. فبستخدم جارنيه، بس انا ما اشتريتش جارنيه تاني، معايا زيت جونسون حلو جدا وبديل جارنيه والسعر رخيص واقتصادي ويقعد فترة اطول كمان من جارنيه، تمام. تعالوا بقى اكلمكم عن الليبستيك ده. ده ليبستيك كوري، اللي شاف فيديو مشتريات السنه اكيد شافهم، كان 6 درجات، كان سعرهم 80 جنيه. بنات اللون ده اهو، ده الدرجه بتاعته برضو، يعني لما احط الدرجه بتاعته كده هبقى اوريها لكم. شكله حلو جدا جدا على الشفايف وطري وبيديكي منظر حلو. في لبستك كده يديكي منظر اللي هو البلياتشو، وفي لبستك بيبقى لطيف جدا جدا زي ده كده، بيديكي الشكل الجميل، فاهمين؟ واللون بتاعه كمان خرافي، انا بحب اي حاجه كوري انا بحبها، من اكتر الحاجات الجميله بجد اللي انت لازم تشتريها باستمرار سواء في الميك اب او السكين كير هي الحاجات الكوري. فدي الحاجات البسيطه او اخر الحاجات، طبعا شعري وبشرتي وكده انتوا عارفين الروتين اللي انا بستخدمه ووريته لكم كده من شويه، تمام. وطبعا انا لبست التريننج اللي هو بتاع العيد وكده ووريته لكم، اللي هو الابيض في اسود ده متخني شويه، وانا اصلا مش ناقصه تخني يعني، بس اتس اوكي يعني ماشي هنعديها يعني، تمام. بس كده حلوين، اتمنى الفيديوهات بتاعتي تكون عاجباكم الفترة دي، اتمنى تعملوا لي لايك وكومنت واشتراك للقناة وشير كمان لو القناة عجبتكم، عشان تشجعوني انزل لكم فيديوهات اكتر وتشجعوني اصلا على المحتوى بتاعي الفترة دي، لان انا بجد بدأت ايأس جدا جدا من اليوتيوب. اليوتيوب بجد ولا بيجيب لي ربح ولا بيجيب لي مشاهدات ولا بيجيب لي اي حاجة، فمش عايزة اوقف فيديوهات يوتيوب بجد، يعني انا بحاول على قد ما بقدر ان انا اوصل لكم معلومات، ان انا اعمل لكم فيديوهات كويسة، اقول لكم على حاجات جديدة، انما انا مش بلاقي مقابل، ما بلاقيش لايكات ولا بلاقي كومنتات ولا بلاقي شير للفيديو ولا بلاقيكم اتفرجتوا على الفيديو ولا بلاقي اشتراكات جديدة، يعني بجد يعني عايزة تشجيع كبير قوي عشان استمر فعلا فعلا في اليوتيوب. يعني انا اسفة جدا لو وقفت او ما بقتش انزل حاجة على القناة او كده، بس ده صدقوني من قلة التفاعل بتاعتكم ومن قلة اللايكات من قلة المشاهدات، بجد الحاجات دي بتأثر في النفسية، ان انت تفضلي تعملي مجهود وتتعبي كتير وتعملي افكار وتنزلي وتبقي عايزة تصوري كل حاجة بتعمليها عشان الناس تستفاد وكده، في الاخر ما لقيش تقدير، فحاجة بجد تزعل جدا يعني، حطوا نفسكم مكان يعني. وبس كده يا حلوين، اتمنى الفيديو بتاعي يكون عجبكم ويشجعوني بقى عشان اكمل لكم. يلا باي.